واقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بالساعة فيكم جميع. اليوم انا لاحظت شيء، جالس العب اللعبه وتري الفايدتي طبعا كالعاده، اشوف شو السالفه. يبالها هي كم سنه لين اللعبه تبدا تقبض فايده وهاي الامور. بس اللي لاحظته ان هاي المدينه في وايد ناس يروحون بالسيارات ويردون. حلو، شوفوا مكثرهم. وهاي المدينه ما في شارع مباشر كان بينهم مع هاي المدينه، فشو سويت؟ حطيت شارع عام. يمكن في شغلات تواصل الحين، بدوا توهم بدوا يستعملون الشارع. اتمنى هالشيء يزيد شو استعمال خطر، لانه يكون في تواصل بين المدينتين، غير شو غير موضوع قاعد يزيد عند الفلوس نايس، غير موضوع اللي هو القطار. يمكن هذا الشيء يأثر على الكثافة. الحين اللي أبغى أسويه أفكر أوصل المدينتين أوكي ببعض عن طريق قطار نفس المحطة بعد. يعني أسوي حق هذا أبجريد بالطريقة هاي، وهاي سبيد لين أوكي، وأسوي أبلاي وأطلع قطار ثاني. من وين؟ خلنا على هاي سبيد من هاي المدينة، المدينة الثانية من وراء البترول. البترول ما نبغى أخطف شوارع حاليا، بدل ما يسيرون ويردون عن طريق شو سيارة، ليش ما يروحون يردون عن طريق منو؟ طاري أنا، صح ولا لا؟ بيكون أحسن لهم. مفروض أن القطار يكون أوفر أسرع تقريبا. يا اخي هذا الشارع هذا مرات انك تسويه يطلع الروح. ابى اسوي قدر الامكان منحنى، انه شو يكون لحظه منحنى ما يوقف عليه القطار وايد. يعني ترى المنحنيات تخلي القطار يبطا شوي، يزيد سرعه شوي، يسوي شيء. لا انا ابى يكون قدر الامكان ممتاز. هذا ممتاز اوكي. انزين الحين بنحط قطار. القطار بيكون وين؟ قطار بنحطيه هني هاي سبيد. هي نعم نبغى شيء سريع اوكي، بنحطيه هني. بنطلع التراك قدر الامكان سريع. مش قادر انا اطلع هذا برا، هذا وايد بيكلفني. اح اوف 300,000 شل عني، خرب بيته. انزين بس هالقطار المفروض يكون كمسره جيد. والله قصينا الهضبة قص. انزين خلنا نجرب نحط لهم مواصلات داخليه. ولا لحظه صبر، خلي قبل احط قطار والتكاليف تزيد، خلنا نحط لهم مواصلات داخليه. اول شيء قطار خط يباله هذا رئيسي اوكي. ابى احطيه بالطريقه هاي الناس، ولا تمشي هني الناس بدون اشاره احسن لهذا، ولا خلنا نشوف. خلنا نحط الثاني اوكي، احطيه بالطريقه هاي ما غير ما نشل البيوت، ونحطي لنا صغار حول المدينه نفس كل مره. بنسوي الشارع دائري تقريبا. من الشارع الدائري هذا راح نمد، لا هني، لا هني لازم نسوي شارع، هني لازم نسوي شارع، والشارع هذا راح يكون صعب شوي. هني ابي اطلع الشارع من وين؟ 200,000 اوكي مو مشكلة. 200,000 هني، هذا 300-400,000 الشارع اوكي مو مشكلة. بنحطي لنا كان يغطي المدينة من هنا دائري بهذا الشكل. بنحط لنا الشارع بالطريقة هاي. هذا مكانه غلط شوي بس ما عليه، بيقدر ياخذ لفة من برا لين هذا. بنغير هذا الشارع للشارع داخلي، بنحط لهم شارع داخلي ثاني اظني. بشوف هو الدرب الاسهل بياخذه، ما عندي مشكلة انا. هو بنى شارع وانا ما ببني شارع. انزين بنحطي لنا الشارع واحد هني، بنحطي لنا واحد وين هني تقريبا. بنخلي الخطوط هاي بالطريقة هاي
خلينا نحط الديب بوت الحين. حط الديب بوت. اوكي الديب بوت بنحطيه هنا مو مشكلة. طلع لنا باصات هاي كم واحد له 11 12، هاي 175,000، 157,000، هاي ساعة 65، هاي 50. بنشتري 6، 1 2 3 4 5 6 7 مرة واحدة 7، وبنسوي له خط جديد. لحظة نيو لاين. زين لاين لازم يبدأ من هنا. حلو خلنا نغير لون الكئيب هذا، خلى لون يبين. اوكي 2 3 من بالعكس، خذ شوفوا 3 4 5. اوكي اهم شيء انه حول المدينة. اشوف هني مشكلة في كروس غلط، كروس الغلط هذا بيسوي شوي زحمة، بس اذا حسيته مسوي زحمة في المستقبل مو مشكلة. لا ارم اضيف واحد هني لحظة، رم اضيف واحد، رم اضيف واحد في الوسط صدقوا، بس بيستوي بعد زحمة على المحطة الثانية، بيستوي معاكس. أنا حتى لو حطيت هذا ويت على الخط رقم 2 وزدت خط وحطيت هذا هني، شوفوا هني المشكلة في المحطة هاي كيف تستوي، بيتضربون على الشارع. فأحسن شيء أسويه يمكن أغير مكان المحطة هاي. أنا أتصور يعني إذا أحطي محطة هني بدل ما أحطيها هناك. لحظة بتيلي فلوس الحين، شوف الترتيب. حطي المحطة هني. إذا حطيت المحطة هني فرق شوي زحمة صح؟ هني كم قاعد يغطي؟ سؤال لحظة، هني كم قاعد يغطي؟ بس يغطي هاي المنطقة كاملة، وهذا وين قاعد يغطيها؟ يغطي هاي المنطقة. أنا صح؟ لا يمديني أقدر، بس صبر شوي خلينا نشوف الخطوط تطلع فايدة ولا لا، بدل ما قاعد أخسر كل فلوسي عليهم. دقيقة، لأن الحين ما طلعنا قطار نحن هني صح؟ ما في قطار حق الشارع هذا، مع إنه في زحمة على المحطة هاي نوعا ما، شيء زحمة نوعا ما، وهني ما شيء ذيك الزحمة. عاد منو اللي قاعد يطلع لنا فايدة؟ اللي قاعد يطلع لنا فايدة هالخط شخباره، خلنا نمسحه. Out of use بس يتم موجود. اوكي هني في 24 واحد ما حد قاعد يشيلهم. انزين هذا معناه كم باص عندي على اللاين رقم 1 7؟ هي بس 7 ما نبغى. هلا نسوي اوتو ريبليسمنت، نبدله في سنة 2000 لين 2010 اوتو ريبليسمنت، خلي يبدل بروحه. اوكي بنحطي قطار حق هالمكان لان الحين وايد ناس رايحين رادين صح؟ هني شو اخبار الشارع؟ اظني صدقون نقص الناس اللي يركبون قطار سبت هالشيء. لا ما اظني، ما اتوقع. خلني كم مليون زين 89، انا الحين على شفا حفر. زين نحط لنا قطار من هي، هذا فاست لين. زين حلو، هذا معناه محتاجين قطار سريع شوي اللي هو ها كم سرعته 80 113 8 مليون، ها سرعته 80، ها سرعته 160 7 مليون، ها كم سرعته 160 8 مليون، 130 سرعة يا طالع سرعة 180 سرعته. نقدر نشتري هذا ونركب واجن باسنجرز عليه اللي هم هذا ظني ماله، حط عليه 6 مليون شيء ما يصير نحط 6 صح. خلنا النيب 6 او اكثر، بس وايد 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 تكلفه تكون وايد عاليه. بي بالعيد انا صبر، النيب اللاين رقم 8 بنسوي اللاين من هاي المحطه، هاي المحطه لين المحطه الاوليه مالنا.
شو بسوي؟ وبزيد نحن عن شو اللاين عندنا اللي في المدينة اللاين نمبر 1 صح؟ بيرود فيهيكلز واحد اثنين ثلاثة من هايل بحطيهم على اللاين رقم واحد خلي يشلون الناس متمنين ان يكون في زحمة. لاين رقم ثمانية وينه؟ ليش ما يستوي؟ واحد اثنين سؤال اللين هذا ليش مش راكب؟ لأنه هني مش راكب. انزل هذا معناه الحين نقدر نبدأ الاخطار. هذا اختار نحطيه على اللين رقم ثمانية بيروح على سرعة كم بيحافظ؟ لحظة شو السرعة اللي بيحافظ عليها؟ خلنا نشوف. الحين تمشي 20 بيطلع اللاين تراك السريع صح؟ هذا ويتربير سند ذا لاين ديتيرز. اذا دق عليه دبل كليك ما في فولو. 78 79 على اللفه. في حد بيه الخطار هذا؟ اظن بيكون اسرع لم من هذا الشارع لو انه مش سيده، بس اتمنى انه يكون اسرع. هو جزء مني كنت اتمنى ان هذا، شوفوا هنا الحين في حركه ترى سكانيه. المشكله الوحيده اللي قاعد اواجهها اذا هو بيطلع اللي له. لحظه في حد قاعد يركب اللاين او كم سوينا؟ التسعه. في حد قاعد يستعمله؟ في واحد عندنا مليون باص حق نفر واحد. يا حبيبي هني الناس لازم تبدأ تي. الحين هني الناس لازم تبدأ تي. خلنا نسوي تشين ثاني حق الشارع. خلني بشارع من هني لين هني. خلنا نشوف الناس اذا بتبني هني ولا لا، لان هني اذا الناس بدأت تبني شوي بيتغير الوضع شويتين، مو بشوية. هني شو اخبارهم؟ شوفوا اللاين رقم ثمانية ما حد عليه هني، واللاين رقم ثمانية واحد راكبنا، واللاين هني كم واحد فيه؟ ثمانية اشخاص. اوكي معناه هذا اللاين بيبدأ يشتغل شوي شوي. ابى اخفف زحمة الشارع واحول. شوف القطار والله سريع ترى، يعني مشروع القطار هذا اذا نجح اول شيء بيشيل 144 واحد اللي هو اكبر من القطار اللي قبله. ثاني شيء سريع، ثاني شيء بيكون سريع. والمفروض على الزحمة اللي اشوفها في الشارع الناس تحب تصير العاصمة، العاصمة الخليلية. فهذا معناه في حد بيجي اللاين هذا 11 واحد. نايس 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 نايس. بدأ يشتغل لان احنا محتاجين هذا يرد يدفع اللي عليه ترى، محتاجين وبشدة. ان هذا لو ما دفع اللي عليه هاش اخباره، عنده وايد في الستور وما قاعد ينقل هنا بسرعة. لحظة إذا كبر الشارع هذا رام ترك إلكتريك. أروم أطور شوي شغلات والله، أروم أطور شوي شغلات. هذا أي خط؟ هذا قلنا خط رقم سبعة صح؟ شو السيارات اللي بنبدل فيها؟ رايت لين 1965 ايش الفود هذا لين 95. احنا سنة 62 45 65. هذا ما ايش الفود ما ايش الفود ايش الفود هذا لين 1980. يعني هذا اي دت شيء. اوكي بنحط اوتو ريبليسمنت مع منو؟ مع هذا. اذا اللي قبله اخترب وهذا خلص وعندي فلوس بيبدل. لازم نشوف الخطط المستقبلية كيف. مثلا هذا شوفوا الأكل قاعد يروح المدينة، ناس تبى تطلع من المدينة، بس هل الناس تبى تي أكثر ولا تطلع أكثر؟ هنا الوضع الدبلوماسي أنا بعرف شو صاير.
أبغى أعرف شو صاير مع الوضع، لأن إذا هايل ما بدو يطلعون أنا راح النكب كالعادة. في أكل في هذا، ناقصنا تصدقون شوية معدات شوية شغلات، بس دائما الناس يدخلون فلوس طيبة يعني أكثر من الأكل. أنا لو كنت مركز بدل ما أسوي الشبكة هاي يمكن مال الأكل، ولا سويت قطار واحد بدل قطارين كان بنزل التكلفة وايد. بس هذا قاعد يشل ولا 29؟ ها شو قلت لكم؟ في ناس وايد رايحة ردة، في ناس بتستعمل قطار، في احتمال كبير الناس تستعمل قطار اللي هو اللاين رقم 9. الحين مش وايدين عليه بعد، من يستوون كمية أكبر شيكاغو ليش؟ زين هلا شيكاغو مش ما عليه بنسك ستة ليش ما شليتهم؟ أوه كلهم بس تناحى تناحى بشل الستة هاي. في ناس تلحق على القطار ولا تلحق؟ لحظة تلحقوا على القطار؟ لا ولا لحقوا على القطار، مسكين راح على القطار. اوكي الخط قاموا يستعملونه الناس، وايد زين، وايد وايد زين يعني. اوكي هو المفروض نبدا بعرب عربتين وبعدين انا ابدا ازيد الخطار على حسب الاحتياج، بس بما ان ابو عراب ودم ابو عراب يمشي لازم اشتري اقوى شيء ولا ما اقدر؟ صح اشتري انا اقوى شيء. فالوضع جدا جدا معقد. شوفوا الحين خطين اللي معيشيني، الخط رقم 4 اللي هو اللي يجيب الأكل من هذا عشان يدخل فلوس، والخط رقم 1 يعني أقدر أقول إنه زين. لأن ليش؟ لأن قام يشيل حق قطارين مش حق قطار واحد، يعني الباصات هاي قاعد تمر تشيل حق قطارين ويشيلوا 113. لحظة يس أنا بفاتح الخط رقم 5 وفلسف زين، لأن هذا الحين قاعد يشيل له حق قطارين مش حق قطار واحد، فاستوى الزحمة عليهم أكثر فغصب عنهم شو يسوون؟ يطلعون فايدة نوعا ما. بس السؤال هني سؤال، اذا انا ازيد الطلب هني ليش الناس لحظة الشارع شو اخباره استوى زحمة؟ انا اخاف والله الناس اللي كانت تتي في القطار قامت تسير بسيارة وعندهم فلوس. هاي المشكلة اللي انا الحين افكر فيها، هل هذا الشارع سوى لي خير ولا ما سوى لي خير؟ بس اتصور لازم يكون في الشارع مباشر نشوف الزحمة اللي هني ما خفت ترى صح، بس الناس قامت اكثر تتي الباص. يعني شوفوا الحين استوى استعمال الخط 15-1. شوفوا اللعبة هاي ترى فيها وايد انتظار يعني اخبركم يعني. زين اخبار اختار هذا وما اقدر اغير مكانهم، لا ما اقدر اغير مكان هذا. سكة اختار 5 بس شلت 29-1. بس هذا ما قاعد يعني هالقطار الجديد اللي حطيتها ما قاعد يسرق من القطار القديم؟ انا احس انه قاعد يسرق من القطار القديم الصراحة، ما اعرف ليش مهم احساس عندي انه قاعد يسرق من قطار قديم، يعني قاعد يسوي شيء انه قاعد يسرق. انا احس هالاحساس كويس ابدا لانه ما في ناس وقتين 25 بس الحين. بس هني شوفوا هالخط هذا شو مسوي، والله مجرم هالخط هذا، والله مجرم. لو كان عندي كل الخطوط بنفس الطريقة الحين اخضر 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 كان وايد زين. شوفوا 13 سنة قاعد يمشي الخطار، صار كم عمر الافتراضي؟ اذا ما طلع فوائد 13 سنة لازم احسب ليش، لان نحن في القروض واصلين ماكسيموم ما نقدر ناخذ قروض غير. وشو عندي انا صرفت السنة الماضية؟ شوفوا صرفت على شوارع، صرفت على ريل رود اللي هي سكك ديبوتس، صرفت على سيارات هي 13 مليون، وعلى شوارع وعلى ريل رود بعد 13 مليون. لا وايد رننج كوست مالي عالي خفيف مقارنة في الزحمة اللي قاعدتي. هذا معناه في مشكلة في الخط بعد انه ما قاعد يحملون كل شيء. شو ابى اسوي؟ بعدين بحلها. تعرفون شو بسوي بعدين؟
اقدر اسوي له ابجريد اظني الى هذا. والله سويت له ابجريد، خلينا نشوف بيحمل اكثر. ما اقدر اسوي له ابجريد ثاني، لا ما اقدر. هذا اكبر شيء اقدر احطيه الحين. اتمنى ان الابجريد هذا يخليه يحطي اكثر سامان حق السيارات، لانه وسعت المكان صح. سيارات قامت مال الاكل، شوفوا كيف مخزن هنا، مشكله في التخزين. الا اذا بحط محطه زياده وخليهم يمرون وين بدل محطه محطين محطتين يعني، بس ما اظن بيخليني احط بعد واحد ثاني من الصفر، هو ما بيخليني انسى، ما في فلوس لنا. بس اظن يشوفوا الحين تحميل زاد شوي، كنا على معدل ايه زاد شوي. ممكن احط محطه ثانيه واقسم سيارات قسمين ويجيب سيارات غير على المحطه الثانيه، ان في محطتين تطلب منا اكل والمحطتين يوصلوا لوين للكابيتال هني. زاد طلبه 136 على البيوت، زادت فالبيوت يوم يزيد بعد الطلب يزيد وياه. إذن اللي راح يصير لحظة قاعد يزيد الأكل ليش؟ إيه فنان استوى، شوفوا هذا كم بيشل؟ بيشل 8 من 22، مشكلة بيوم ويا بعض كلهم. شوفوا قام يفضي أسرع، هذا أيوة قام يفضي نوعا ما أسرع، لكن الطلب ما يكفي. لمت 400 أوكي نايس، وهي قاعد يفضون كل شيء نايس. اللي قاعد يجون قاعد يروحون فلة. فاللي أبي أسوي ستارت فيهيكلز، أنا عندي وايد سيارات صح، شو قلنا هاي رود فيهيكلز، هاي اللي يشلن 8، هاي اللي يشلن كم 13، بس هاي اللي دات فهاي انا ما باهم. فشو ابي اسوي؟ اسوي من هني لين روم، اسوي سلكت اول، لا ما روم، لازم اطرشهم واحد واحد. اللي ابي اسوي على اساس احل مشكلتي بطرش هذا البيت بيع بند، طرش هذا البيت بيع بند، لان الخط مالي مش قاعد يشيل كل شيء اصلا. شو الفائده عندي كل هالسيارات اللي ما قاعد اتدخل تعبها؟ هني السؤال صح. فخلنا ننزل الكوست اللي هني، لازم نسوي شوي كوست اوبتمايزيشن حق شو؟ حق الخط، عشان الخط هذا يبدا يطلع فائدته. فنحتاج السيارات الجديده بس حاليا، خلنا نشوف. شوفوا السيارات الجديدة هاي الجديمة بنبيعها اوكي، وبنسوي السيارات الجديدة تروح وين؟ الطريقة هاي. انت بعد روح نباع، انت بعد باع، انت بعد روح نباع اوكي، نباعوا هاي. تم عندنا مجموعة سيارات تكفي وزيادة 169، نحن ما قاعد نشيلهم أصلا، فليش قاعد أدفع التكلفة الفاضي؟ أوكي هذا أول شيء. هذا لا، هذا قاعد يشيل الناس الحين شوي شوي، طارات قاعد يشيل الناس شوي شوي، طار هذا قاعد يشيل كمية من الناس. بس الحين هذا أهم شيء، شوفوا خليه يتجمع الأكل مو مشكلة، يتجمع الأكل شوي ويون يشلونه احسن من اني قاعد انا ادفع تكلفه وما حد قاعد يشيل الاكل. انا هذا كم يقدر يشيل؟ ابغى اعرف. 3 لاينات اقدر احطي صح؟ والله اقدر اطرش لاين حق هاي المدينه بعد ترى كم سياره، يعني لو انا حولتها سيارات لاين ثانيه يمكن كان احسن بعد. لكن هني كم صار عندي؟ 68 ورا ال 68 هاي بيشيل 13 كل واحد. لا اوكي لا اوكي بيفضون المكان. شوفوا هذا الخط بيبدأ يسوي فايدة الحين،
قام يسوي فايدة. بالضبط بيبدأ يسوي فايدة. على الأقل خسائره نزلت وايد. أضعف الإيمان أن خسائري نزلت بشكل ملحوظ جدا جدا جدا. الحين الباقي يدور على منو؟ شوفوا اضطر واحد من يبدأ يطلع فايدة بيبدأ يطلع فايدة حلوة. ما في اختار يطلع تحت الكم 100,000. طبعا إذا ما خسرنا الجيم لأنه واصلين ماينس 14 مليون نحن. بس إنه في شيء شغال عنا. أوكي لاين 8 اللي هو هالقطار قام يطلع فايدة لأنه قام الناس يركبونه. نايس قام يطلع فلوس. والناس بيزيدون ترى ما بينقصون. الناس بيزيدون وايد كمية حلوة. لا ما ببندع أنا بعد هاي قدامي عسب أعرف شو قاعد أسوي. أيوة هذا الخط شوفوا قام يطلع فايدته. إنزين الحين باقي الخطوط. إدارة يعني إدارة جامدة هاي شوي على أساس إن نحن نلحق شو نسوي؟ نسكر الديون اللي موجودة علينا. لاين رقم ثلاثة هذا كم باص عندي؟ vehicles 1 2 3 4 5. كم واحد قاعد يركب؟ 99 73 صح؟ هذا روح أبغى أبيعك أنا. أبغى أبيعك أنت. خلنا نسكر هاي اللحظة. أبغى أخلي 5 تقريبا. خلي 5 بس. إذا احتجت بزيد الخط. إذا ما احتجت ما بزيد. أقدر أطرش من الصوب الثاني بعد لا الصوب. معنا شوفوا كيف الزحمة قامت تستوي. نايس. شوفوا الزحمة كيف قامت تستوي. وهذا قام يطلع اللي عليه 300,000. شوفوا ها قام يدخل في البلس. هذا قام يدخل في البلس. واختار هذا كم قام يحمل. قام يدخل في البلس. وعندنا الحين اللاين رقم 6. اللاين رقم 6 ليش ما قاعد يدخل؟ لأنه بعيد. أبى أزيد الطلب على هذا وأطرش على القطار مهني يختار سكة ثانية. بس بيكون صعب شوي. او اطرش من هنا من تحت يروح مع هالخطار يوصل لهني يوصل اكل حق المنطقة هاي. بس اذا 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 هذا ما منه فايدة تماما. بس يشيل شيء لحظة قاعد يشيل شيء هذا وياه. ما قاعد يشيل شيء. شوف شو الفايدة من نايل اذا ما يشيل شيء وياه. هلا الرجعة بيع فكر بيعه. مش بالضرورة يكون البيع خيار الأمثل. بس الخيار الأمثل إذا هذا شو أسوي فيه؟ هذا سرعة 100 لا يكفيك بالنسبة للمسافة. هاي السرعة هاي زايدة بعد. بس اللي ما يكفي اللاين رقم 3 أوريدي بعد عليه باصات أكثر من اللي يحتاجونه. في ناس في الوسط ما قاعد يشيلهم صح؟ نشوف لحظة. لا قاعد اشيل كل حد. الخطوط هنا شوي متلخبطة احسها. الخطوط هنا شوي متلخبطة. لحظة خلنا نوقف. خلنا اكنسل الخطوط هاي كلها لان السرعة تفرق وايد. نبدأ الخط من عند منو؟ عند هذا. حلو يروح لهذا ينزل هني ثم هني ثم هني. شوفوا خذ لفة حلوة بعدين ناخذ لهني وبعدين هني ووقف في الدرب على هذا. أظني استوى أفضل بمراحل. بس هني في خربطة. خط رقم 2 ليش لازم يطلع؟ يطلع بالواحد لين اثنين يروح لين ثلاثة صح؟ زين إذا رقم 3 أنا أشله لأن في محطة عنده كبيرة. ما عندي فلوس إني أشيل. أوكي حاليا بخليه شغال. بس 5 باصات كفاية. تيكت برايس 1.4K ماكسيموم ويتنج تايم 3. أوكي مو مشكلة. خليه يبرس.
لأن بالطريقة هاي الحين بدينا ندخل شوف فايدة، بس الحين نبغى نلغي الشغلات اللي قاعد تخسرنا، نبدأ نزيد الفايدة شوي. يعني مثلا هذا لاين رقم 10، أنا ما قاعد يجون عندي ناس هالكثر، شو بسوي؟ الباصات القديمة شوية وده بيعها، شوف كم الخط 102 بحتاج 90، 91 أوكي ممتاز، خلى الفايدة تزيد، فايدة تعم على الجميع. خط رقم 2 اللي هو هذا اللي هو ما منه فايدة حاليا، بس ما منه خسارة بعد، يعني ما منه خسارة فعليا. زين خط رقم 3 اللي هو هذا، للحين ما قاعد أدخل فايدته، مش مقتنع فيه أنا، لا بيدخل فايدته. المهم نشوف كل شيء تقريبا في الأخضر الحين. حلو، عندنا هذا ممكن اختار بعد موقفه، خلاص إذا هذا اختار ما قاعد يشيل شيء، رقم 6 قاعد يشيل كل شيء صح، رقم 4 كله قاعديني فاضي. خلنا نشوف كم هني في إنتاج أت ستيشن، بيشيل شيء؟ إذا ما شيل شيء الحين بينباع هذا. لا أوكي منه فايدة، خلاص تمام، خله دام إنه ما قاعد يخسرني وايد أوكي. بس الخط رقم 2 أنا قاعد أشكك فيه، مش قاعد يدخل مزاجي 100%، لأن الحسبة يبالها شوية، لأن أحس إن هاي المدينة سرقت من هاي المدينة حرفيا، سرقت ركاب بشكل فظيع، سرقت ركاب بعد مش بشكل عادي. شو بنسوي؟ اي هذا الخط الشغال، لكن هذا اباه يشيل 70 واحد 80 واحد، ليش ما نسوي خط جديد؟ لانه ما في فلوس، انت بسوي خط اكل، ولو اعدل هذا الخط بالطريقه هاي بعد بختصر وقت. بس الحين اوكي شغال، لما شغال خلاص عندنا مطارات، لما لا ياكل هذا اللي حاطيه هنا شو يستوي؟ ميديم اير المطار اظني بيحتاج انك تحطيه على الشارع وتحطيه لمواصلات، لانه ما بينفع نحطه بدون مواصلات، حطي مطار اساسي هني وفي الوسط يمكن، ونحطي وقفة قطار بعد، نقدر نخلي القطار يمر على محطة ثانية. كيف؟ نجيب قطار اللي هو هذا نحطيه هنا اوكي، ونحط المطار صغير قابله اوكي، وخليه يمر ويشل الاثنين ويوديهم ويردهم من المدينة، يعني يستوي كذا وقفة، يشل القطار ناس اكثر في دربه. وهني نقدر نسوي نفس الشيء تقريبا بالنسبة للقطار، نقدر بالطريقة هاي، في ناس رايحة رد هني في زحمة، نقدر نسوي قطار دائري الحين، إذا توفرت فلوس طبعا نقدر نسوي قطار دائري. بس نحن سوينا تعديل ميزانيات الحين، تعديل ميزانيات سويناه وبقوة، مش بشكل عادي يعني، لأن لو أحسبها لكم انا احسبها من الصبح قاعد احسب كم يدخل كم يروح كم كذا، لان الاكل بعده ترى احس السيارات زايده، ما احس السيارات اوكي يعني، ابى انقص سيارات اكل، انه هذا كل اللي قاعد ينتجه برودكتس هني 200 قاعد ينتج من ليمت 400، ولو احط لكم الستورد نفسه ما تغير، فاحس اني اقلله بعد فكره ناجحه. بس شو انا مخسر اني ما عاد اللاين رقم 2، ما في شيء مخسرني، بس شنو مخسر انه في اللاين رقم 2 اللي قاعد يخسرنا فيه؟ هل هو القطار نفسه؟ هل هي العربات؟ انا مش متاكد بروحي، يبالها حسبه هي شوي يبالها حسبه، لان هذا ما قاعد يدخل لهم كفايه، قاعد يشيلون حبه حبه، الا يوم ياخذون لفه شوي ياخذون شوي وقت ويقعد يعبي 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 يعبي، بس هاي الباقيات كلهم طالعين فايده.
هذا شوفوا انا يعيبني المنظر يوم اشوف الزحمه هاي، مع انه هذا يشيل ترى عدد، صار رقم اثنين ياس يشيل عدد، شل 50 شل مدري كم شل كذا، وما قاعد يفرح الوضع. نتري شوي يمكن يدخل فايده، ممكن نحطي مطار، بس مطار بيجيب الناس موين. حق طيارة صغيرة، حق طيارة كبيرة، وما في ديبوت في النص. أنا ما في في النص تقولون مثلا أنا أقدر أنتج طيارات بروحي، لا ما في. السفن ما أظن في مشروع ناجح حاليا إلا إذا وصل هذا حتى مش نبقيت بالوتر شكله، وصل هذا بهذا بعد. دائما خبرتي سيئة أنا مع الفسمة، ترى ما أعرف ليش مع الديبوت. المهم تعرفون شو سوينا، تعديل ميدانيات. خلوني أشوف شوية نترية والحلقة الجاية شفتوا كيف وازنت الموضوع، برد بكمل أوازن الموضوع على نفس المنهج تقريبا، وبنشوف بعدين إن شاء الله. المهم مشكورين على متابعة الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.